اليوم كان عندنا اجتماع مع السيد رئيس الحكومة مع المهنيين ديال القطاع الفلاحي لتحضيرا لهذا الموسم الفلاحي اللي كيجي في واحد الظروف مازال يعني جد صعبة بعد 4 سنوات ديال الجفاف، الجفاف اللي كان قاسي وأثر على كل مكونات ديال القطاع الفلاحي واللي قلص من المساحة المسقية اللي اليوم ما كتفوتش 400,000 هكتار اللي مسقية باستمرار عوض 1,700,000 هكتار. وكذلك يعني فيما يخص المياه اللي موجهة للسقي اللي تقلصات، وهذه هي الإشكالية الكبيرة من 3.5 حتى 4 مليار ديال المتر مكعب. اليوم عندنا الرؤية يلا على 700,000 يعني مليون على 700 مليون متر مكعب، فهذا الشيء كيأثر طبعا على المساحات إذن على الإنتاج، وكذلك كان تأثير كبير على القطيع لأن المساحات ديال الكلاء تقلصات وكذلك ما كاينش يعني للمراعي، فأثر هذا الشيء على الإنتاجية وعلى التمويل ديال طبعا الأسواق، ماشي التمويل ولا خصوصا على الأسعار ديال المنتوجات. فالهدف ديال هذا النقاش وهذا اللقاء مع السيد رئيس الحكومة مع المهنيين هو الالتزام ديال المهنيين باش يزيدوا، ولكن كذلك التزامات ديال الحكومة في بعض الإجراءات اللي هي مهمة جدا واللي كتخص خصوصا سلاسل الإنتاج فيما يخص العالية ديالها والخفض من يعني الكلفة ديال الإنتاج باش نأثروا على الأثمنة يعني في الأسواق. وعندنا خصوصا اللحوم اللي هي كتعرف اللحوم الحمراء واحد الإشكالية كبيرة، أما الخضر بفضل الإعانات اللي كانت واللي غادي تستمر إن شاء الله هذا السنة، فهي في أثمان يعني اللي ملائمة. وكذلك هناك عدة إجراءات اللي كتهم يعني إعادة تشكيلة ديال القطيع والهيكلة كذلك ديال بعض القطاعات اللي خصوصا الأشجار، واللي الحكومة غادي تلتزم باش غادي تلبيها وتنزلها يعني بشراكة مع المهنيين. وهذه السنة هذه إن شاء الله راه عندنا بوادر الخير في هذه الأمطار اللي شهدتها بلادنا في الجنوب واللي بدات نتمنى والله في الشمال وتكمل، فسنة عادية ممطرة هذه المشاكل كلها غادي تبقى يعني غادي نفوتها وغادي ترجع يعني الدينامية الفلاحية العادة ديالها، وغادي تكون إن شاء الله سلاسل الإنتاج في توازن وكذلك في تمويل وكذلك التأثير على الأسواق الوطنية.